إعراب المثنى. الكلمة كما اتفقنا أعزائي التلاميذ إما أن تكون مفرد وهو ما دل على واحد كما قلنا أو واحدة مثل كلمة بنت، ولد، تلميذة، بنت، قلم، معلم. وإما أن تكون الكلمة مثنى مثل كلمة وهو ما دل على اثنين أو اثنتين مثل كلمة ولدان، تلميذتان، بنتين، قلمين، معلمان. وإما أن تكون جمع وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مثل كلمة أقلام، أولاد، معلمون، تلميذات. نأتي إلى المثنى ونقول أن المثنى له نوعين أو له نوعان، إما أن يكون مثنى مذكر، والمثنى قلنا أنه ما دل على اثنين ومذكر أي يدل على اثنين مذكر مثل كلمة ولدان، كتابين، معلمان، درسان، رجلان. وإما أن يكون مثنى مؤنث وهو ما دل على اثنتين إناث أي لا يدل على المذكر مثل كلمة مدرستان، مدرسة ومدرسة، مدرستان، كرة وكرة، كرتين، قصتان، معلمتان، سيارتان. إذن فالمثنى أعزائي التلاميذ إما أن يكون مثنى مذكر وإما أن يكون مثنى مؤنث، والمثنى المذكر هو ما دل على اثنين والمثنى المؤنث هو ما دل على اثنتين. تكوين المثنى، كيف نقوم بتحويل الكلمة من المفرد إلى المثنى؟ يتحول المفرد إلى مثنى دائما بإضافة ألف ونون أو ياء ونون إلى المفرد سواء كان مذكر أو مؤنث. سواء كان المفرد أمامي مذكر أو مؤنث فأنا بضيف له يا إما ألف ونون أو أضيف له ياء ونون، مثل كلمة درس تتحول إلى مثنى بإضافة الألف والنون أو بإضافة الياء والنون فتكون درسان أو درسين. نلاحظ أن الحرف الأخير لابد أن تكون عليه فتحة حتى ولو جاء بعده ياء ونون. درسين، مدرسة، مدرستان، مدرستين، باب، بابان أو بابين، قصة، قصتان أو قصتين. أمثلة أخرى على تكوين المثنى، كتاب، كتابان أو كتابين، كراسة، كراستان أو كراستين، شارع، شارعان أو شارعين. ممتاز. معلمة، معلمتان أو معلمتين. إذا نظرنا إلى هذه الأمثلة أعزائي التلاميذ فإننا نجد أن المفرد يتحول إلى مثنى سواء كان مفرد مؤنث أو مفرد مذكر، يتحول إلى مثنى بإضافة ألف ونون إلى الكلمة أو بإضافة ياء ونون إلى الكلمة. نيجي لإعراب المثنى، كيف نقوم بإعراب المثنى؟ متى نضيف إلى الكلمة ألف ونون ومتى نضيف إليها ياء ونون؟ الذي يتحكم في هذه العملية هو الإعراب. إذن فإعراب المثنى له ثلاث حالات، يرفع بالألف، ينصب بالياء، يجر بالياء. يرفع بالألف، ينصب بالياء، يجر بالياء. الرفع يكون دائما بالألف، النصب يكون دائما بالياء، الجر يكون دائما بالياء. يبقى إذن فالمثنى له قاعدة، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. أمثلة، الولدان مجتهدان، الولدان مجتهدان. كلمة الولدان هنا مثنى لأن في آخرها ألف ونون، وكلمة مجتهدان مثنى لأن في آخرها ألف ونون. نقوم بالإعراب، الولدان وقعت في أول الكلمة إذن فهي مبتدأ، ومبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، إذن فالمثنى يرفع بالألف. مجتهدان وقعت هنا خبر، والخبر دائما مرفوع وهو مرفوع بالألف لأنه مثنى. حضر المعلمان، حضر المعلمان، المعلمان فاعل مرفوع بالألف لأن حضر فعل والفعل يحتاج إلى فاعل، أحسنت، فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. قرأ التلميذ قصتين، قرأ التلميذ قصتين، قرأ فعل الماضي، التلميذ فاعل، ما الذي قرأه التلميذ قصتين؟ إذن فكلمة قصتين مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى. أمثلة أخرى، كتبت بقلمين،
كتبت بقلمين، كتب فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، أنا الذي كتبت. بماذا؟ الباء حرف جر، قلمين جاء بعد حرف الجر، إذن فهو اسم مجرور بالياء لأنه مثنى. قرأت في كتابين، قرأت في كتابين، في حرف جر، وكتابين أيضا اسم مجرور بالياء لأنه مثنى. شاهد التلميذان التجربة، شاهد التلميذان التجربة، شاهد فعل ماضي مبني على الفتح، التلميذان من الذي شاهد؟ التلميذان. إذن فكلمة التلميذان وقعت هنا فاعل، والفاعل دائما مرفوع، وهنا ترفع بالألف لأنها جاءت مثنى. أحسنت، فتح الله عليكم. وقفت أمام الشجرتين، وقفت أمام الشجرتين، وقف فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، أمام ظرف مكان، وما جاء بعد الظرف لابد أن يعرب مضاف إليه، الشجرتين مضاف إليه منصوب مجرور بالياء لأنه مثنى. إذن فالمثنى أعزائي التلاميذ يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء. يرفع بالألف مثل كلمة الولدان نشيطان، ينصب بالياء مثل كلمة رسمت شجرتين، يجر بالياء مثل كلمة كتبت، جملة كتبت بقلمين. فكلمة نشيطان خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى، كلمة شجرتين مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى، كلمة بقلمين الباء حرف جر وما جاء بعد حرف الجر يجر، وهو اسم مجرور بالياء لأنه مثنى. إذن فالمثنى يتحول المفرد إلى مثنى بإضافة ألف ونون أو ياء ونون، والمثنى دائما يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء.